السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. واسمحوا لي وفي بداية الحلقة أن أرحب بضيوفي الكرام. برحب بفضيلة الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. أهلا بك يا شيخ أيمن، منور. أهلا بك أستاذ إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. كما أرحب أيضا بالداعية الإسلامي الشيخ أحمد جمال. أهلا بك يا شيخ أحمد، أهلا بحضرتك. الله يكرمك، صباح الخير يا صباح النور. كما أرحب أيضا بسيدة الأعمال الدكتورة سهير فاضل. أهلا بك يا دكتورة، منوران. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم عليك وعلى السادة المشاهدين في مصر الوطن العربي. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل الخير. النهاردة هنتكلم في حلقة قوية جدا، وحلقة تهم جميع الأسر المصرية بل الأسر العربية. هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن خير الجيران، واحنا عارفين قد ايه الجيران بقوا تعاملهم صعب مع بعض. وفي بداية حلقتي بقول كن كالنخل عن الأحقاد مرتفعة، يرمى بحجر فيعطي أطيب الثمر. إن شاء الله بإذن الله حلقتنا تكون قوية معاكم، وتابعونا إن شاء الله بإذن الله عبر صفحاتنا على الفيسبوك، صفحة إبراهيم خلف الله عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أو صفحة الشيخ أيمن المصري على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أو صفحة الدكتورة سهير فاضل على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. أعزائي المشاهدين، النهاردة هنستفيد كتير وهنتعلم كتير إزاي نتعامل مع جيراننا، واحنا عارفين قد ايه ان التعامل ده في ازمه دلوقتي. وخليني ابدا مع الشيخ ايمن المصري. شيخ ايمن، وصانا اسلامنا بالتعامل مع الجار، فكيف نتعامل مع الجار بضوابط شرعيه بما الزمنا الله في دين الاسلام؟ الحمد لله وكفى، وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، واخص بالذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الخلق. صلى الله على من علم الدنيا الأدب. صلى الله على من علم الدنيا الأخلاق. لو نتحلى بأخلاق رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لو نتحلى بأدب رسول الله. صلى الله عليه وسلم. والله لو رجعنا إلى الخلق والأدب النبوي وتعاملنا به في ظل هذه الأيام، والله لارتاحت القلوب وعشنا سعداء وفي عيشة يعني هنية. ولكن ما رجعنا ولا تخلفنا إلا عندما تخلينا عن كتاب ربنا وعن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا أزمة كبيرة من ضمن الأزمات اللي بنقابلها دلوقتي، بقى الجيران معاملتها بقت صعبة. طبعا الله تبارك وتعالى وصانا في القرآن، شوف القرآن والسنة. القرآن قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ثم والجار ذي القربى والجار الجنب. تخيل أول شيء، شوف القرآن بيوصيك بالإيه؟ بالجار. حق الجار عظيم جدا جدا، فوق مما تتخيل وفي كل الناس ما تتخيله. لان عايز تعرف انت تقي ولا لا بمعاملاتك مع الجيران. افضل الناس عند الله تبارك وتعالى هم افضلهم في معاملتهم مع الجيران. بص يا صبرين، وحديث بس عشان ما نطولش، عشان كل واحد ياخد مجاله، وربنا يكرم وندي للجميع فرصته، لان الموضوع شيق وجميل. اتفضل يا شيخ. الحديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ركز معايا. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما زال جبريل، يعني سيدنا جبريل كل شوية ينزل عليه وسلم: يا رسول الله جارك والجار، يا رسول الله جارك والجار، يعني بيوصي بالإيه؟ قرر بالوصية أكثر من مرة. بيقول لك ما زال، يعني على طول، على طول جبريل بيوصيني بمين؟ بالجار. حتى ظننت، النبي ظن ايه؟ ان في يوم سيدنا جبريل عليه السلام هينزل بامر وحي من الله ان الجار يكون ليه ايه؟ في ورث جاره. تخيل
من شدة ان سيدنا جبريل عليه السلام بيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ظن النبي ان الجار سيورث في جار. فهكذا وصانا الحبيب النبي ان احنا نحب بعض، ان احنا نتعامل مع بعض باخلاق الاسلام. علمنا ان احنا يكون في بيننا وبين بعض ألفة ومحبة. فيعني عشان مجال واسع وندي فرصة للآخرين، فلازما عشان نكون عندنا إيمان، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلوا على من علم الدنيا الوفاء، صلوا على من علم الدنيا الهدى، صلوا عليه وسلموا تسليما. شيخ أحمد، ما حكم الإسلام أو ما حكم الدين في الجار الذي يؤذي جاره؟ وأكثر ما نراه الآن في المجتمع، شايفين الجيران في بغضاء وفي شحناء وفي كره وفي عداء وفي غيرة وفي حقد. اللهم عافينا يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الجيرة لها حقوق ثلاثة، والجيران ثلاثة، ورسولنا وقرآننا قبل رسولنا وصى بالجيران خيرا. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هيكون حق الجيرة ديت كأنها أصل من أصول حق الميراث. عارفين أن الميراث لها أسباب ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة. النبي بيقول ظنيت أن حق الجيرة هتكون سبب رابع في الإرث، وقرآننا بيقول إيه؟ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب. يعني مش الجار الجنب بس، ده حتى اللي ماشي معاك في الطريق ده جار ليك، حتى زميلك في العمل ده جار ليك، يجب عليك إنك تحسن إليه، يجب عليك إنك لا تضايقه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وفي رواية أخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ده معناه إيه؟ يعني بالمفهوم المخالف اللي يحصل إن اللي هيؤذي جاره أو مش هيحسن إلى جاره كأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، كأصل من أصول الفقه كمفهوم مخالفة. لكن الجيران ثلاثة إزاي؟ قال العلماء: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. أما الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار القريب المسلم، يعني في صلة قرابة بينك وبينه، عمك، ابن عمك، خالك، ابن خالك، ما إلى ذلك، صهرك، جوز بنتك، ده قاعد جنبك في البيت أو في الشقة أو في الشارع، ده جارك ومسلم وقريبك، يبقى له ثلاث حقوق. له ايه؟ حق الإسلام، له حق الجيرة، له حق القرابة. كذلك الجار الثاني له حقان، ومن هو؟ هو الجار المسلم، بس ما فيش صلة قرابة بينكم، مش قريبك، مش ابن عمك. الجار المسلم له حقان، حق الجيرة وحق الإسلام. والجار الثالث هو الجار غير المسلم. ايه ده؟ هو في جار غير مسلم هيكون له حق في الاسلام؟ اكيد. امال ايه؟ انت فاهم الدنيا يعني؟ الاسلام دين خلق، الاسلام معامله. قال صلى الله عليه وسلم: الدين المعامله. الدين ليس تزمت، الدين ليس عبادات فقط، العباده بينك وبين الله. كم من انسان مات ودون أن يصلي لله ركعة لكنه دخل الإسلام، مات ودخل الإسلام، شهد الشهادة فمات مسلما فدخل الإسلام. الله يفتح عليك يا شيخ أحمد، الله يفتح عليك. صلوا على من علم الدنيا النور، صلوا على من علم الدنيا الرجولة. مدام سهير، الجيران اختلفوا عن زمان كتير جدا. طبعا زمان كانت الجيران بتحب بعضها وعايشين يعتبروا في بيت واحد، يعني مفيش جاره بتعمل اكله الا لما بتدخل لجارتها، مفيش جاره بيبقى عندها فرح الا لما كل مجتمع معاها، في الحزن مجتمع معاها،
النهارده لا طبعا، يعني ممكن الجيران تبقى جاره تعبانه، جارتها ما تخبطش عليها تقول لها عايزه حاجه او سلامتك. الجيران اختلفوا عن زمان بكتير جدا عن الوقت في الاخلاق حتى، يعني ممكن جاره تبقى حاقده على جارتها ان جوزها كويس معاها ومش عارف ايه، فتبدا تدخل لها بقى توسوس لها زي الشيطان كده وتقول لها كلام تخليها تقلب الواحده على جوزها، ده من الحقد عشان عايزه تخرب البيت يعني. وفي جاره تبقى باصه بقى ايه اللي طالع لجارتي، ايه اللي داخل لجارتي، وتبدا تتكلم عليها وتدخل من شقه لشقه. زمان ما كانش في الكلام ده خالص، كانوا بالعكس بيدافعوا عن بعض زمان وبيحبوا بعض وبيحترموا بعض، واللي بتطبخ حاجه بتدخل لجارتها وبتاخد رايها في ادق اسرارها. دلوقتي لو جاره سمعت من جاره كلمتين، بص بتفضل تلف بقى على شقه تقول لهم على السر اللي هي عرفته عن جارتها. كانت القلوب طبعا يا دكتوره مليانه حب واخلاص ووفاء ورضا. طبعا. مش عارف الحاجات دي راحت فين دلوقتي يعني. لا الحاجات دي اتمسحت بقى استيكه، ما عادش فيه بقى الحب والرضا بين الجيران، بالعكس ده بقوا بيحقدوا على بعض وبيغيروا من بعض وبيتكلموا على بعض، وما عادش بقى زي زمان خالص يعني. بعد الاتصال، بعد الاتصال اللي معانا. معانا اتصال. الو. أسوان. الو، صباح الخير يا فندم، اتفضلي. طيب حضرتك انا كنت عايزه اسال. اتفضلي. حضرتكم بتتكلموا عن الجيران، طب الجيران السيئه، الجيران اللي ممكن يكون قريب او غير قريب، اللي يجي خصم يقول له قول وقول على فلانه دي واحنا نجيب لك ناس تأيدك ونقول دي الناس كويسين، بالباطل والزور والبهتان. طيب انا الناس دي هل الواحد يستمر معاهم في الصله ولا يعني اخلاقهم اخلاق يهود؟ مسلمين بس اخلاق يهود. ولا انقطاع افضل؟ الله يفتح عليك، شكرا لمداخلتك. شكرا لهم كتير يعني. شكرا يا فندم لمداخلتك. معانا الاستاذ محمد، اهلا بيك استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سريعا يا فندم. الله يخليك، ان شاء الله من غير ما اقطع ايجار الوقت. ما فيش حسن اختار للجار. ما فيش ايه؟ حسن اختار للجار، يعني في جار بيشمت في جاره. ده عدم ايه؟ ما فيش حسن معامله بين الجيران، يعني تقصد كده. ما فيش حسن معامله ما بين الجيران لبعضيها يعني. أنا بسأل الشيخ أيمن إن شاء الله من غير مقاطعة، أنا راجل من حلوان والشيخ أيمن ده صديق لينا يعني. اتفضل يا فندم، اتفضل. ماشي. شكرا لمداخلتك، شكرا. شيخ أيمن، قد إيه عارفين الجيران بقى فيهم بغضاء وشحناء؟ بعد المداخلة هوجه لك سؤال مهم جدا يا شيخ أيمن. اتفضل. معانا الأستاذ هشام فاضل من بورسعيد، أهلا بيك يا أستاذ هشام، اتفضل. الله يخليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم، اتفضل. ازي حضرتك يا أستاذ إبراهيم؟ ربنا يخليك يا فندم، ربنا يعزك. أحييك وأحيي ضيوفك الكرام على البرنامج الجميل أزمة أخلاق. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. وأحيي الشيخ فضيلة الشيخ أيمن المصري وسيدة السيدة الفاضلة الدكتورة سير فاضل. بشكر حضرتك يا فندم. ومعانا الداعية الإسلامي الشيخ أحمد جمال، طبعا منورنا النهاردة في حلقة غير عادية. له ايه رايك في الجيران؟ اتفضل استاذ هشام معايا. الاتصال انقطع. عاود بينا الاتصال تاني يا استاذ هشام. احنا طبعا بنحب اهل بورسعيد كتير يعني ان شاء الله. شيخ ايمن، قد ايه شايفين البغضاء والشحناء ما بين الجيران؟ حكم الاسلام في البغضاء والشحناء النهارده في كميه حقد غير طبيعيه. تخيل يا شيخ ايمن يطلع حد بكيس فاكهه ويعدي على كذا دور فيهم اطفال، ما يهونش عليه يطلع حبيت برتقال صباع موز، وعلى فكره ده مش هينقص منه يعني. انا بس الاستاذ هشام رجع تاني، وانت عارف برنامجنا يعني تحت امر المشاهدين. اهلا بيك، عودت الاتصال بينا تاني يا استاذ هشام، اتفضل. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم، انا طبعا بحييك وبحيي برنامجك وبنرحب بضيوفك الكرام فضيله الشيخ الداعيه ايمن المصري. ربنا يبارك لك يا فندم. سريعا نخش في الموضوع بقى. ربنا يخليك. هو برنامجكم طبعا النهارده عن حقوق الجيره، فطبعا لما نذكر الجيره لازم نذكر سيد الاخلاق ومتم ومعلم البشريه سيدنا صلى الله عليه وسلم. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على حق الجار، وحتى ظن الصحابه انه سيورثه. تمام يا استاذ هشام. تمام. في حد بقى من جيرانك مضايقك يا استاذ هشام؟ والله ما في حد مضايقنا، هو المشكله كلها اللي بيواجهها المجتمع المصري في الوضع الحالي ازمه الاخلاق اللي حضرتك بتقدمها للمجتمع.
فيجب علينا كلنا نرجع لقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. احسنت يا استاذ هشام، احسنت، احسن الله اليك. شكرا استاذ هشام من بورسعيد، شكرا لدخلتك، شكرا جزيلا. ربنا يخليك. شيخ ايمن، بنشوف النهارده الجار يطلع على جاره دور واثنين وثلاثه واربعه وخمسه معاه شنطه فاكهه، ما بيهونش عليه حتى يراد الاطفال، وبعدين يا ريت بقى بيدخل البيت في اطفاله يقفلوا عليهم الباب وياكلوا، لا يقول له اطلع على السلم خد البرتقانه ده واطلع. والفكره بقى ان هو عارف ان جاره اللي تحتيه ده ساكن تحتيه ده ما يمتلكش حتى 8 كيلو برتقال، وده بيحصل. هنا يقع عليه اسم يا شيخ ايمن صراحه يعني؟ طبعا طبعا. احنا عندنا حاجات كثيره. اول شيء شوف سيد البشريه علمنا ايه؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الحب. صلى الله على من علم الدنيا الحق. الحق طبعا. بص بص الحب اللي النبي علمه لنا. اول شيء النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابو ذر، وابو ذر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلي يا ابا ذر اذا طبخت مرقا فاكثر ماءه. اي حاجه فيها شوربه بقى. شوف اقل حاجه من حتى الشوربه يعني. يعني اي حاجه فيها مرقه. اي حاجه بقى. شفت زمان كنا بنعمل فول نابت مش عارف، كان في حاجات جميله. ما عادش بقى يا شيخ ايمن دلوقتي، دلوقتي اللحمه الضاني شغاله زي الفل. بس يا رب بس تنير. فشوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اذا طبخت مرقا فاكثر ماءه وتعاهد جيران فاصبهم منها بمعروف. تخيل يعني لما بتعمل اي حاجه فيها مرقه كتر ودي لجيرانك عشان ده حب الفه. بالله عليك كل انا نفسي كل المشاهدين كل واحد يسال نفسه، انت اخر مره اهديت لجارك اي هديه امتى؟ يا اخي والله ابدا ما بيحصلش. يعني اي حاجه يا اخي. يا اخي رز بلبن. اي شوف زمان كنت لو الام من امهاتنا تعمل المحشي، تعمل اي نوع من انواع، تدي للجيران وتدي لحبايبها. يا اخي ده لو سايب الحذاء على باب الشقه وطلع ما لقاهوش يقول لك ايه جارنا اللي خده. ده احنا بنشوف. طب هيلبسه فين ده؟ بنشوف يعني العجب العجاب. والله يا اخي والله عايز تحقق الايمان. خلي بالك اللي مش اللي بيأذي جاره واللي ما بيتعاملش مع جاره بالحسنى ده مش مؤمن، هو مسلم فقط. واللي شاهد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. وفي حديث اخر والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. تخيل قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. اللي مش هيأمن جاره من شره وغله ده مش مؤمن، مش هيكتمل ايمانه ابدا. فلازما عشان يكتمل ايمانك تتعامل مع جيرانك بالحسنى والحب والهدايا دي حاجات بتولد المحبه والالفه. فاول حاجه اللي بيؤذي جاره بايه؟ مش مؤمن. شوف بقى اللي اكبر واعظم من كده. تعرف ان اللي بيؤذي جاره مش هيدخل الجنه؟ ياه. طبعا دليل لحد كده حق الجار عظيم جدا فوق مما حضرتك تتخيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري لا يدخل الجنه. لا يدخل الجنه، لا يدخل الجنه. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يامن، وفي روايه ثانيه من لا يؤمن جاره بوائقه. لو مش امنت جارك من شرك وغلك مش هتدخل الجنه. الله يفتح عليك يا شيخ ايمن، الله يفتح عليك. صلوا على من علم الدنيا الحب والوفاء. شيخ أحمد، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بإسلام كاملا لا منقوص 100%، فأنا أعلم جيدا أن 5% عبادات و 95% معاملات. معاملة الجار لجاره النهاردة هل يرضى عنها الله ورسوله؟ وخلينا صرحة، احنا برنامجنا اسمه أزمة أخلاق، احنا برنامجنا اسمه أزمة أخلاق. ما نتغلغل داخل الأسر المصرية وداخل المجتمع المصري ومنناقش كل الملفات ومنعرض كل القضايا دون خوف أو تراجع في إطار احترام الدستور والقانون ودولتنا دولة مؤسسات. اللي بيحصل بينا يا شيخ أحمد دلوقتي ده يرضي ربنا؟ أكيد احنا في أزمة كبيرة جداً لا سيما بين الجيران، وده سببها الابتعاد عن الكتاب والسنة. هقول لحضرتك كيف كان يتعامل أهل الصلاح مع جيرانهم
غير المسلمين ومع جيرانهم أصحاب المساوئ. كيف كانوا يتعاملوا؟ هنقول عليها بعد المداخل. معانا تليفون. ألو. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. عرف بنفسك الأول. عرف نفسك. معك محمد عمر عسوري. أهلا بيك يا أستاذ محمد. شرفتني باتصالك. تفضل يا فندم. شرف الخير. أولا بصبح عليك وصبح على ضيوفك الكرام. صباح الحب، صباح الإخلاص، صباح الوفاء اللي ينتشر بيننا يا رب. صباح الحب صباح اللي يجمعنا وما يفرقناش. صباح الجمال عليكم وعليكم السلام ورحمة. اتفضل يا فندم. بنتكلم على أزمة أخلاق. بتكلم النهارده على الجيران. ده بس الأزمة مش في الجيران، ده الأزمة كمان في العائلات نفسها كمان، مش في الجيران بس يا إبراهيم. يعني عندك الأخ وأخوه، مش الجار بقى والجار. ده بقى في أزمة بين الأخ وأخوه، ده الجار والجار. يعني عندك دلوقتي ما فيش، انت عندك جارك اللي انت جنب منك اصلا انت ما تعرفش هو مين اصلا، يعني ممكن ما تشوفوش بالاسبوع ولا 10 ايام. صدقت يا استاذ محمد. يعني انت تقعد معاه بالاسبوع اصلا ما بتشوفوش اصلا. صدقت. تعامل الاخ بقى واخوه. الاخ واخوه شوف وصل لحد فين. يعني وصل لحد ان انت ممكن تشوفش اخوك لمده شهر او شهرين، وممكن سنه او سنتين، ممكن في بلد وانت في بلد. ممكن ما تتصلش بيه اصلا، ما فيش اتصال اصلا بينك وبينه. فالموضوع ده موضوع، يعني موضوع جامد، يعني موضوع مش عايز حلقه ولا اتنين، ده موضوع عايز حلقات من حضرتكم. اهو احنا بقى يعني بنشكر طبعا الداعي الاسلامي الشيخ ايمن المصري اللي بيستقطع من وقته كتير جدا وواهب عمله لله تعالى. او طبعا بشكر الداعي الاسلامي الشيخ احمد جمال، طبعا بيستقطع من وقته برضه وواهب عمله، ودكتوره سهير طبعا. وادي احنا بنعمل اللي علينا بقى، الباقي على الله سبحانه وتعالى. ادي احنا برضه يعني بنحاول ننقي المجتمع، وده هدف برنامجنا السامي، ان نعرض القضيه ونشوف الحل بتاعها. شكرا استاذ محمد عماره، شكرا لمداخلتك، شكرا جزيلا. شيخ احمد نكمل بقى. كان سيدنا سهل بن عبد الله التستوري رجل صالح من اولياء الله الصالحين ومن العلماء الافذاذ. هذا الرجل كان له جار يهودي، خلي بالك يهودي مش مسلم. يهودي. هل في حق لغير المسلم على المسلم؟ اكيد. وصنا به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في كل أحاديثه عن الجيران أو عن الأخلاق بوجه عام كان بيتكلم باصطلاحات مطلقة، ما بيحددش المسلم فقط، لا ده كلام مطلق كله. سيدنا سهل بن عبد الله كان رجلا صالحا وكان مجاورا لرجل يهودي. هذا اليهودي كان بيته مجاورا لاصقا لبيت سهل، غير أن هذا اليهودي كان مستحمه الحمام بتاعه كان لازق في بيت سهل بن عبد الله، وكان في فتحة في ثقب خرم مفتوح من الحمام بيوصل لسهل بن عبد الله. الخرم كان بينزل القاذورات في بيت سهل. بالله عليك لو في وقتنا إلا هيحصل ده تطير فيها. بالله عليك يا أيتها المرأة ويا أيها الرجل الذي يتأذى من قاذورات بيت جيرانه، اللي الأبناء والأطفال بيمشوا بشوية ورق بيرموهم أو بيأكل كاراتيه فبيقع منه الكيس فيجي يتخانق ويتشاجر بسبب حاجات تافهة زي دي. شوف بيت واحد جنبك المستحم بتاعه حمامه بينزل قاذورات في بيتك، انت هتعمل ايه؟ بالله اخبرني كيف يكون رد فعلك انذاك. انظر سهل بن عبد الله عمل ايه. كان بيجيب الحله سله مهملات بيحطها تحت الخرم بالضبط، ظل على هذا المنوال 20 سنة. 20 سنة والجار ما يعرفش. واليهودي يا ايتها المراه، ايتها المراه التي تؤذي جيرانها، المرأة السليطة اللسان اللي بتأذي الناس اللي بتكذب وبتغتاب جيرانها، خلي بالك عليك إثم كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث قيل له يا رسول الله هناك امرأة تصلي الليل تصوم النهار لكنها سليطة تؤذي جيرانها بلسانها، ماذا أجاب رسول الله؟ صلى الله قال هي في النار، ما فيش صلاة شفعت لها، ما فيش زكاة شفعت لها، ما فيش قيام ليل شفع لها، لأنها عملت إيه؟ بتأذي الجيران. شوف حق الجار، حق الجار عامل إزاي؟ وقامت بجميع العبادات يعني. ولذلك سهل بن عبد الله كان بياخد سلة المهملات بيحطها تحت الخرم كل يوم بالليل، كمان مش بالنهار في وسط النهار، لا ده بالليل يقوم الناس كلها نايمة ياخد سلة المهملات يمشي على طريق المهملات
يرمي القاذورات ويرجع تاني، ده علشان ايه؟ علشان جاره اللي هو ايه؟ اللي هو يهودي مش مسلم، ياخد سلة المهملات يرميها في القاذورات. الله يفتح عليك في كل ليلة على هذا المنوال 20 سنة. الله يفتح عليك. وفي النهاية بعدما مرض سهل بن عبد الله جاء هذا اليهودي يعوده، واحد بيموت لازم أشوفه، فوجد اليهودي نظر نظرة فوجد سلة المهملات ملقاة تحت بيته فقال ما هذه يا سهل؟ قال إنها سلة مهملات، والله لو أعلم أن الذي يسكن بيتي بعدي تسعه أخلاقه مثل ما وسعتني ما أخبرتك أبدا، إنه مصب ينزل من بيتك في بيتي في كل يوم منذ 20 سنة. بيقول له لو أنا عارف إن اللي هيجي بعدي هتبقى أخلاقه واسعة كده ما كنتش قلت لك حاجة، كنت خليتك زي ما أنت. هم دول السفراء الحقيقيين لدين الإسلام، هو ده إرث الإسلام، هم دول السفراء، ده سفير لدينه. نعم. كم من عدد أسلموا على أيدي هذه الناس العظام؟ الدين المعاملة طبعا. الدين المعاملة طبعا، دخل الإسلام بلاد أفريقيا عن طريق المعاملة مش طريق العبادة والصلاة والصيام. العبادة بينك وبين الله، دي عبادة، دي علاقة خاصة بينك وبين ربنا، علاقة خاصة. تصلي بقى ما تصليش، تصوم ما تصومش، بس المهم إنك ما تأذيش جارك أو ما تأذيش أخوك. أحسنت يا شيخ أحمد. دكتورة سهير، إحنا شايفين بعض الأسر النهار بص لي حلة اللحمة قد كده، يأكلوا ويشربوا ويبرطعوا في البيت ويعلموا حق اليقين إن الشقة اللي تحتيهم بيتين من غير عشاء. خلينا صراحة، الناس دي نقول لها إيه؟ الناس دي مفيش في قلوبها رحمة يعني ولا إيه؟ نقول لهم اتقوا الله في جيرانكم. وبصراحه استاذ ابراهيم انا مستمتعه بفضيله الشيخ وكلامه، فعايزه اكبر قدر من الحديث يبقى معاه، انا معاك على طول، فانا عايزاه هو يتكلم لان انا مستمتعه جدا وهو بيتكلم عن حق الجيره، فيا ريت نديله الفرصه اكتر، احنا مع بعض على طول. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، فخليه هو يقول بدان يعني. شيخ ايمن، النهارده وصلنا لحد كبير قوي من الكره والضغينه والبغضاء، عايزين نذكر الناس كده بالدين الاسلامي وحاجه كده تترقرق القلوب يا شيخ علي من يعني. والله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، كل الاذى اللي بتاذي جارك بيتكتب وبتايد اذا كان بعلمه او من وراه، ما في ناس بتاذي من الظهر في وشك حبيبك وفي ظهرك عدوك، هقول له يقينا في كده عرض وفي كتاب هتقراه. الكتاب ده الناس اللي بتتكلم عن الناس وبتنمي فيهم كله ويؤتمنوا على اسرارهم يا اخي، كله مسجل. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن خنق على العصاة، ورب العرش غضبان. اقرا كتابك يا عبد، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، براحتك براحتك على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ كل كلمة هتلاقيها موجودة، كل لفظ هتنكر لا، كمن ووجدوا ما عملوا حاضرا، صوت وصورة. صوت وصورة. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. أنا أعلم جيدا أن صوتك حلو، وليه ما قلتهاش كأنشودة يعني يا شيخ أيمن؟ مستخسر فينا ليه بس يا شيخ أيمن؟ الله يبارك لك. ده بتستخسر فينا ليه؟ والله أبدا. لا يعني لا في التليفون عايز تقولها لي ولا قدام، طب للسادة المشاهدين. أنت حبيبي. طب نقولها بصوتك بالله عليك يا شيخ أيمن، علشان خاطري وعلشان خاطر السادة المشاهدين طبعا. حاضر. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن خنق على العصار، ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟
ولما قرأت ولم تنكر قراءته فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. جاي في اليوم لصوت تعبني في راس ابراهيم. الله يفتح عليك يا شيخ ايمن. الله يفتح عليك. حاجات جميله طبعا. ابكيتنا يا شيخ ايمن والله. الله يبارك لك. الله يحييك. ابكيتنا والله. صلوا على من علم الدنيا الحب. صلوا على من علم الدنيا الوفاء. هو ده ديننا. سبحان الملك. سبحان الملك. شيخ احمد لو جاري مسيحي وانا بعمل اضحيه في عيد الاضحى هل يجوز خروج الاضحيه لجاري المسيحي الذي اقرب مسافه مني؟ يعني الاسلام حث على حسن المجاوره وانا اعلم ان كل المشاهدين الان يندهشون من إجابتي بعد لحظات حينما أقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى عائشة بجيرانها الأقربين وأطلق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني السيدة عائشة بتقول للنبي يا رسول الله إن لي جاران فإلى أيهما أهدي؟ فقال إلى أقربهما منك بابا. أقرب حد منك أهديه. ما حدش ده المسلم بس، لا ده أطلقها. طب نستفاد منين إن الأضحية تجوز بل الجار غير المسلم هو أولى بها إذا كان في حاجة إليها أو إن لم يكن في حاجة إليها لكنه جار ملاصق للبيت. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيقول إيه؟ ذبحت عنده شاه فقال لأهل بيته أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ أنتوا اديتم للجار اليهودي ولا لا؟ كذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعدما ذبح شاة في الأضحية، والذي يروي الرواية هو مجاهد وهو من التابعين من كبار التابعين، يقول كان عبد الله بن عمر قد ذبح شاة فقال لغلامه اذهب فأعط جارنا اليهودي منها. ثم كرر ما سكتش، ده كل شوية يقول له يا فلان روح ادي الجار اليهودي، يا فلان روح ادي، يا فلان روح ادي. فالغلام اندهش استغرب، خلاص انت قلتها مرة واثنين وثلاثة. فقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ده الجار ده أهم حاجة، هو اللي هيدخلني الجنة. ده أنت المفروض تمسك في جارك بإيدك وسنانك، المفروض إذا هو غاضب أنت تحاول تراضيه وتحاول تساعده وتسعده. سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه، والجميع يعلم من هو أبو حنيفة، كان له جار يهودي كان يلقي أمام بيته القاذورات، وكان أبو حنيفة يرفع القاذورات ويلقيها بعيدا، حتى ما جاء هذا الرجل الجار بعدما تعب من إيذاء سيدنا أبا حنيفة. الرجل اليهودي هو اللي تعب مش أبو حنيفة اللي تعب. فقام الرجل اليهودي راح لسيدنا أبو حنيفة بيقول له يا إمام لقد أتعبتني، آذيتك كثيرا وما رددت علي، ده انا اللي باذيك، انا اللي تعبت، انت عامل ايه؟ قال له لقد اوصانا رسولنا بالجار، فقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. احسنت يا شيخ احمد. احسنت والله. مدام سهير، النهارده بنشوف حاجات كتير غريبه والله. جاره تحكي كل اسرارها لجارتها وتفضفض معاها يعني عن مشاكلها وعن مشاكل البيت ومشاكل الاولاد ومشاكل الاسره، وهي فاكره ان هي هتحافظ على سرها كويس قوي. اول حاجه بتعمله الجاره دي تروح تفضفض مع جوزها
جوزها يروح يفضفض مع صديقه، فجأة لقينا أسرار البيوت على المقاهي وفي الطرقات، وهو ده سر وسبب من خراب البيوت العمرانة. أنا عايز رسالة قوية منك لكل ست تسمع جارتها بتفضفض معاها فتطلع تقول الكلام ده لجوزها، وفاكرة إن جوزها هيبقى سرها، جوزها يروح يقول له صديقه اللي هو فاكره هيبقى سره، صديقه يقول له صديقه التاني اللي فاكره هيبقى سره، وبعد كده نلاقيها على المقاهي الحكايات، ويأتي من هنا خراب البيوت. طبعا بنصح كل واحدة ما تحكيش أسرارها الدقيقة وحياتها الشخصية لجيرانها. لا أنا عايز رسالة. فكرة إن احنا ما نحكيش دي، احنا شعب فضفاض قوي ونتحمل بس فعلا اغلب خراب البيوت بيبقى بسبب ان الست بتفضفض مع جارتها وبتحكي لها. عندما فضفضت لجارتها يتأكدت وعلمت يقين العلم ان سرها في بير او في سبع بير، مش هتحكي. مفيش في الزمن دوت ان السر في سبع بير. الخير في وفي امتي الى يوم الدين يا دكتورة. يعني بس انا مش شايفه ان الجيران بقوا كده دلوقتي، انا شايفه ان الجاره بتتصيد لجارتها تفضل تطبطب عليها وتاخدها في حضنها وتقول لها احكي لي انا اختك او انا امك احكي لي، وبعد ما تاخد الكلام منها تحكي زي ما انت قلت كده لجوزها ولبقيه الجيران، وتلاقي حياتها كلها على المقاهي فعلا وعلى الكافيهات، وده بيسبب في خراب بيوت كتيره جدا من الناس في الزمن ده. حصل معاك يا دكتوره فعلا ان حد اتحكى قدامك من صديقاتك مثلا ان في واحده فضفضت فطلعت سرها بره فحصل عندها مشكله فعلا في بيتها؟ حصلت كتير يعني، وفي نفس المكان اللي انا موجوده فيه يعني. في جاره معانا عرفت كده معلومه عن جاره لينا، قالتها في العماره كلها، وكمان اتصلت بجوزها من وراها وقالت له يعني في واحد اتنين تلاته، والبيت اتخرب فعلا وتم الانفصال بين واحد ومراته. والعياذ بالله والعياذ بالله. صلوا على من علم الدنيا الحق، صلوا عليه وسلموا تسليما. شيخ ايمن، عايزين نرجع بقى الناس لديننا بقى الحنيف الجميل الوسطي ده، عايزين نذكر الناس بالأخوة والحب. هو فين الحب يا شيخ أيمن؟ فين الرضا داخل القلوب؟ ليه أحقد؟ ليه أتغاظ؟ ما نفرح لجاري يا أخي، ده حتى المثل كده بيقول لك إن كان جارك في خير افرح له، لو ما ادكش مش هياخد منك. مش ده اللي بيتقال يا شيخ أيمن؟ عايز تبقى افضل الناس عند الله. اكيد كل واحد نفسه. ومين يكره ده يا شيخ ايمن؟ طب عايز تكون من المقربين الى الله تبارك وتعالى والى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه؟ طبعا. طيب كلام جميل. عايز ربنا كده يذكرك والملائكه يكون عارفاك وانت عندهم كده معروف ان انت رجل صالح او افضل العباد عند الله، تكون محب ومخلص ووافي لجارك. دليل من السنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. هو ده افضل الناس عند ربنا اللي بيتعامل مع جيرانه بالحسنى. اللي في فرحك بتلاقيه، في الفرح بس لا، وفي حزنك، في ألمك، في أي مشكلة تلاقيه جنبك بيواسيك، في أي وقت، في أي ظرف، تحت أي ظرف، تحت أي بند، جارك الوافي عمره ما يتخلى عنك. هتقولي مفيش؟ لا، فيه. طبعا الرسول يقول: الخير في أمتي إلى أن تقوم الساعة، ومن قال أن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم. وبرواية أهلكهم، اللي بيقول الناس لا في خير. هو قليل او فيه بس فيه. احنا عايزين نرجع الحب. عايزين نرجع، محتاجينه قوي يا شيخ ايمن، محتاجين الحاجات دي قوي. ايام زمان كانت في لم. بعد اذنك يا شيخ ايمن، في ازاي وزمان ما كانش استحاله جاره تروح تعمل لجارتها محضر او جار يعمل لجاره محضر، النهارده
روح اقسام الشرطة هتلاقي كل المحاضر وفي المحاكم كل القضايا ما بين الجيران وبعضها. أيوة طبعا يا دكتور. مش حاجة. هو يعني لما جارة تأذي جارها هتروح تمسك في خناقها يعني ولا تموتها؟ ما لازم تروح تعمل لها محضر. لا طبعا ما كانش فيه الكلام ده زمان. يعني هتسيبها تأذيها كده وخلاص؟ كانوا بيحبوا بعض وبيخافوا على بعض. في رد للإيذاء بس بأسلوب لطيف إسلامي جميل جدا. اتفضل. هقول لحضرتك، اولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الذي يرويه ابو هريره رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من ياخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن. ثم ذكر من بين هذه الكلمات: واحسن الى جارك تكن مؤمنا. احسن الى الجار. سيدنا ابو حنيفه رضي الله عنه كان له جار، هذا الجار كان إسكاف، يعني كان بيصلح الأحذية، كان بيعمل شباشب ما إلى ذلك. هذا الرجل، هذا الجار، كان يخرج في عمله ويأتي في وقت عمل الإمام أبو حنيفة. كان بيجي في وقت درس الشيخ أبو حنيفة، وعنده طلابه وعالم كبير جدا، والأمراء بتحفظه وبتجله وبتكبره ما إلى ذلك. فهذا الجار الإسكاف يأتي في وقت عمل هذا الإمام الكريم، وهذا الجار كان يأتي بالسمك ويأتي بالمشويات ويأكل، ثم يشرب الخمر، ثم يأخذ يغني، يقعد يغني ويقول كلمات: أضاعوني أضاعوني، وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. يقعد يغني بصوت عالي جدا. فالإمام أبو حنيفة ما يعرفش يدرس العلم بتاعه للطلاب، فيعمل إيه؟ بيتحمل ويسكت ويصبر. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع إساءة من أساء إليك بالإحسان، بإحسانك إليه تنقلب عداوته إحسانا. أبو حنيفة عمل إيه؟ سكت خالص وما عملش أي حاجة. التلاميذ مش عارفين ياخدوا الدرس، جم في يوم ما سمعوش صوت، اليوم الثاني ما سمعوش الصوت، اليوم الثالث ما فيش صوت، في حاجة غريبة. فأبو حنيفة يعمل إيه؟ يسكت بقى على جاره؟ لا، ده سأل: أين صوت جارنا الذي كان يغني؟ فالتلاميذ يا مولانا الشيخ أيمن عملوا إيه؟ ضحكوا وابتسموا وقفلوا على وشهم كده: ده أنت ما تعرفش يا شيخ أبو حنيفة ولا إيه؟ قال لهم: في إيه؟ قالوا له: ده جارنا اتحبس. يا الله، اتحبس. إذن وجبت. من اللي بيقول وجبت؟ أبو حنيفة. شوف هنا تظهر أخلاق الإسلام. الكبير كبير طبعا، الإنسان العظيم عظيم في كل وقت طبعا. وهنا تثبت المواقف، والرجال مواقف، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، طبقوا الإسلام في كل لحظاته. الدين معاملات. فسيدنا أبو حنيفة عمل إيه؟ قال: وجبت الشفاعة. فخرج وراح لأمير المدينة وقال له: أيها الأمير، إن لنا جار إسكاف قد حبس ونريد منك إطلاق سراحه. فالأمير عمل إيه؟ ما كانش مصدق إن أبو حنيفة أصلاً عنده. ده من إجلال الأمراء للعلماء. تمام. فقال له: طيب هنخرجه بكرة الصبح. قال له: لا، الآن. فقال له إيه؟ قال له: طيب الآن نخرج هذا السجين وكل من سجن معه إلى يومنا هذا. ده مش هو بس، ده هنفرج عنه وكل اللي سجن معاه بسبب مجيئك إلينا، بسبب معاملتك الطيبة معنا، بسبب أن أنت عالم كبير، فلازم نجلك وإجلالنا لك أن نخرج كل من حبس في هذا اليوم إلى يومنا هذا. الله يفتح عليك يا شيخ. أكمل بس لحضرتك القصة الجميلة الرائعة دي سريعا. فحصل إيه؟ عارف الوقت. حصل إن سيدنا الإمام أبو حنيفة لما أطلق سراح هذا السجين، خرج أبو حنيفة أمام هذا السجين. هذا الإسكاف، ومش قدامه، وقعد. من اللي بقى يغني؟ ده أبو حنيفة اللي بقى يغني بيواسيه، مش سايبه كده زعلان وحزين وكئيب وأنا اتحبست، لا، ده بيواسيه. أبو حنيفة هو اللي بدل وبقى يغني مكان هذا الإسكاف ويقول: أضاعوني أضاعوني، وأي فتى أضاع، إلى آخره. فحصل إيه؟ جري هذا الإسكاف إلى أبي حنيفة وقال له: والله ما أضعتني، والله لقد حفظت جواري ولقد عفوت عني، وإني قد تبت إلى الله ولن ترى مني سوءا بعد اليوم. الله يفتح عليك يا شيخ أيمن. دكتور سهير،
كاميرا بتاعتك هي سريعا كده رساله لكل ست مصريه لما حد يفضفض معاها، سريعا كده تقول لهم ايه؟ ما تطلعش اسرارها ولا اسرار بيتها لجيرانها. طب عايزين نرجع الحب والخير والرضا والقناعه، رساله لكل ست مصريه عايزين نرجع الحب بيننا، بان هي تحافظ على جيرانها وجيرانها يحافظوا عليها ويبقى في عشره طيبه، ولما جاره تعمل حاجه تدي لجارتها، فعشان كده اكيد هتحبها يعني. الله يفتح عليك يا دكتوره، الله يفتح عليك. شيخ ايمن، عايزين شويه دعاء بقى كده للامه، ربنا يرفع يا رب، اللهم ارفع الغمه عن هذه الامه. اللهم امين، اللهم ارفع مقتل غضبك. هنأمن وراك يا شيخ ايمن. يعني انا عشان فاضل قد ايه في الوقت؟ خلاص الوقت خلاص على وشك الانتهاء. هو دعاء يكفي، اسال الله ان يردنا الى دينه مردا جميلا. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. رساله بقى يا شيخ ايمن سريعه كده. رساله، اللي عايز يدخل الجنه يحافظ على جاره، ويكون من اهل الجنه يحسن الى جاره. اه وهكذا ذهب رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني اعلى عمل ادخل به الجنه. قال كل محسنة. قال كيف يا رسول الله؟ اعرف ان انا اكون محسن؟ قال ان قال عنك الناس قد احسن فقد احسنت، وان قال عنك قد اسات فقد اسات. فانت عايز تعرف انت محسن من اهل الجنه، ان الناس تقول عنك ان الراجل ده فعلا ابن حلال. الراجل ده ما بيسيبش جاره الا لما يكون جنبه. الراجل ده ما بيتركش جاره الا لما بيواسيه في حزنه وفي ألمه. دايما افتش على جيراني. عاجبني قوي اسلوبك يا شيخ ايمن، انك بتنزل كده لينا وبتتكلم كده بالعاميه. بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يبارك لك يا رب. يعجبني جدا اسلوبك والله، ببقى مستمتع جدا وانا قاعد قدامك، وعايز الحلقه تبقى اثنين وثلاثه، انا ما بملش ابدا منك يا شيخ ايمن. انا بحبك في الله. وانت عارف حبيبي والله يا شيخ ايمن، ربنا يبارك في عمرك يا رب. طبعا احنا نسينا ان احنا نعزيك طبعا استاذ ابراهيم، يعني زوجة عم توفت. نسأل الله يعني نسأل الله ان يرزق اهلها الصبر وان يتغمدها في رحمته. امين يا رب. والبقاء لله. بشكرك يا شيخ ايمن حبيبي، ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. انا طبعا في نهايه حلقتي بحب اشكر كل مشاهدينا في كل مكان. عايزين الحب بقى يجمعنا، عايزين الخير يرجع من تاني. مش هنخسر حاجه لما نعمل اكل في بيتنا ونوزع، والله ما هينقص شيء صدقوني، كل حاجه هتزيد. احساسك ان الناس بتحبك ده احساس كبير واحساس عظيم، احساس فعلا يحببك في الحياه ويحببك في بكره. افتكر الصحابه كانوا بيتسابقوا في الخير ازاي. هي فيها حاجه لما تعمل شويه اكل وتنزل تفرقهم يا اخي، وانت يعني وانت عامله الاكل شوفي حضرتك انت بترمي قد ايه، والكلام طبعا للست المصريه المسرفه جدا في الماكولات، يعني شوفي حضرتك بتعملي كميه اكل قد ايه. لو فرضنا ان انت عامله حله محشي ما بتتاكلش كلها، تاكل نصها وتاني يوم العيال يقول لك ما بياكلش اكل بايت، تضطر ترميها في الزباله. طب وهي سخنه كده وفرحانه بيها، ما تنزلي يا شيخه لجارتك، نزلي لها ربنا يكرمك، يكفي بس انك هتشوفي السعاده في عيونها، الرضا في عيونها. الحب يجمعنا تاني بالخير والود، عايزين الرضا يملا قلوبنا. عندنا كتير والله، الخير كتير جدا، النفس هي اللي ضعيفه. مهما تاخد من اموال ونفسك ضعيفه صدقني مش هتبقى غني. في نهايه حلقتنا بتوجه لحضراتكم بالشكر، كما اتوجه ايضا بالشكر لوجود الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري، كنت معايا مشرفني يا شيخ ايمن. الله يبارك لك يا زبريل، الله يسلمك. كما اتوجه بالشكر ايضا للداعيه الاسلامي الشيخ احمد جمال، اسعدتنا يا شيخ احمد. الله يرفع قدرك، شكر الله لكم. احسن الله اليك. الله يرفع قدرك. كما اشكر ايضا دكتورة سهير فاضل اللي دايما منورانا. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم. اعزائي المشاهدين، في مثل هذا الموعد يوم الاحد 9 صباحا انتظرونا من برنامجكم ازمه اخلاق.